رقم أربعة، رقم أربعة العنف. أوجدوا لنا في داخل بيتنا المسلم أحزاب ومنظمات إرهابية، داعش وأمثالها، ولبسوها لباس الدين، وصار اللي يفجر يقرن تفجيره بقول الله أكبر، ولو تصورخ الآن حتى المشايخ يقول بعض اللي يجون متأخرين ما يعرف يقول أطل الذكر، يقول الله أكبر، يسبب خشوع في الصلاة كلها، الكل يقول شافوا بفجروننا الحين خلنا نقبل في صلاتنا لعلها آخر صلاة. جت فترة الكل يتوقع تفجير، ها؟ يعني احنا اخو الشيعة إمامنا قتله في الصلاة ويدري رايح وهو يقول هي هي والله، فالحمد لله احنا على اذا صار هذا الشيء احنا مو افضل من امامنا. لكن اريد اقول خلوا في العقل اللاواعي ان هالتكبير علامة تفجير. ليش؟ لانهم ارادوا ان يشوهوا الدين. هذا مدعوم يوم اللي داعش ينكمش وجد ضربات قوية عليه، جاء الطيران الامريكي يدافع عنه، فهذا زرع في الأمة ويراد له أن يشوه. أولا يخلق فتنة طائفية في داخل بيت المسلم، ثانيا يضيع طاقات المسلمين، ثالثا يزهد المسلمين في دينهم ويرتدوا عن دينهم، رابعا الإنسان الغربي لا يفكر يدخل في الدين الإسلامي مدام هذه سلوكهم. هذا مخطط يريدونه. إنزين البعض الشباب تقول ليش أنت طلعت من الإسلام؟ قال ديننا إرهابي. تقول أنت صدق؟ قال انا شفت داعش. قال داعش مين اسلام؟ قال عندها ايات، عندها ايات من قرآن، يعدها ايات. لو انا الان اقول لك ما بصلي، قولي ليش ما بصلي؟ عندي ايه ويل للمصلين، اخذ جزء من القرآن وتروح تقول خلاص. هو كلمة التوحيد لا اله هذا كفر، الا الله صار توحيد. فانت اذا بتجي للقرآن خذه كاملا، روح لسيرة النبي. هؤلاء الدواعش استعانوا بغير سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. مثال، لما قتل مالك بن نويرة قتل مظلوما، لما قتل كان كثيف الشعر، لحية وشعر في راسه، خلاه القاتل خل راس مالك خلاه تحت القدر حتى يجود القدر ويشتعل مدة طويلة الشعر. هذا الآن بعض الأمهات الكذا تقول منبر يجيبونه كشاهد على العنف، يقول لك نبي عنف يردع الآخرين. أي عنف يردع الآخرين؟ هذا العنف خسرنا أولادنا، شكوا في دينهم، هذا مو دين. احنا أمام مشكلة أن هناك عنف سببه ممارسات جيوش إسلامية ليست تتبع القيادة الدينية، إنما تتبع سلطة في زمانها في تلك الأزمان، ترسل الجنود ليشتغلوا عن أخطاء السلطان، ترسل الجنود ليكسبوا غنائم ويعطيهم رواتبهم، فهذا مبني على القتل والفتك والهتك والأخذ والسرقة، مو هذا الدين، مو هذا النموذج. الإسلام نموذجنا رسول الله، لو تشوف وصايا إذا بيطرش سرية لا تنفر كذا، يوصي على البهائم لا تنفرهم، يوصي على الآبار لا تحط سم فيها، يوصي لا تداهمهم في الليل، في ناس ضعاف تروعهم، يوصي على الكبار في السن، على النساء، على الأطفال، على الشجر، على هاي توصيات رسول الله في الحرب. شيء جميل راقي مو موجود اليوم. وإلا هذه أمريكا أبا شنو سفكت دم العراقي بدم بارد، مليون يمكن قتيل، ويشو حرب استباقية، يعني مو معتدين عليهم، استباقية. شوف هاي حضارتهم، والإسلام الإرهابي، ويجيبون لنا نماذج بعيدة عن الإسلام. وإلا أمير المؤمنين كلمته معروفة، إما الخلق صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. ما عند هذا العنف. وإذا شفت في موضع في عنف في الإسلام فتش داخله تشوف رحمة، لأن الله سبقت رحمته غضبه. الآن القصاص مو قتل، القرآن يقول ولكم في القصاص
حياة. ليش حياة؟ لأننا إذا قتلنا قاتل منعنا 1000 إنسان أن يتحول إلى قاتل خوفا من القتل، فنحفظ 100 روح، خلت روح واحدة ونحفظ 1000. فالإسلام إذا في عنف ظاهره العنف، باطنه الرحمة. لكن للأسف الناس ما تعرف حقيقة الإسلام بالحد المطلوب، وإلا دلين عنفيين حتى في محاضراتهم، في غلظة. يعني يقول أحد علماءهم، علماء هالمدرسة يعني مو كلهم، فيهم وفيهم، حتى احنا بعد فينا وفينا، ترى في ناس بعد شديدين عندنا، ليت بكرة نتكلم عن خطاب الديني. الآن يقول أحد علماءهم اللي يمتاز محاضراته كلها بالطرافة والنكات، محاضرات الدينية معروفة، يقول يوم من الأيام جاء واحد شاب محاضرة وتكهرب روحيا، يعني خلاص نزل الوحي عليه، يعني صار مؤمن كلش، رجع البيت اللي خواته يطالعون مسلسل، هذا بعد ويشو، هذا أخو الشرك. فقام وشال التلفزيون وكسره ودار لخواته وضربهم. يسوون المنكرات في البيت، جل أبو إلا بناته يصيحا شفيكم، قال أخونا ضربنا. عجيب، وينه؟ قال لحظة بعد كسر التلفزيون، شال العقال ودش لي داخل وظل يضرب فيه ويقفز من الألم، وكل قفز يقول أحد 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 أحد. يعني رجعنا إلى بلال، صار أبوه أبو جهل وهو بلال. مو هذا الفكرة الديني إذا دخل بالطريقة، طريقة بعدين أكفر أبوي وكفر أمي ويقترشون لي بعد داعش، قتل أبوك ترى مشرك، ما قتلوا له في بعض الدول الخليجية، قتل أباه وقتل أمه بدعوة وزعم أنه مشرك. هالثقافة الغلط، تربية الغلط، تربية الدينية. فإذا نحن العنف هذا الدين بريء عنا، الوقت تجاوزناه.